السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي أمام نادي الجيش الملكي المغربي اليوم بإذن الله تعالى، اليوم الأربعاء 29/6/2022، مباراة في الجولة قبل الأخيرة، الجولة 29 من الدوري المغربي البطولة الاحترافية. متابعين الكرام، المباراة اليوم بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 مساء بتوقيت المغرب. المباراة 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة الأولى المغربية، والمعلق هشام فرج، ملعب المباراة المركب الرياضي محمد الخامس، الجولة 29 من الدوري المغربي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، توقع نتيجة المباراة اكتب زرك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.